اكو سؤال شخصي. شيخ رعد صار له تقريبا مدة زمنية طويلة ساكن المقبرة. اي احنا يمكن نثير المواجع اسفين. اي اللي سمعت انه تنام يم قبر المرحوم والدتك. أيوة شلونك يا بعد العقل والله. ماجور ان شاء الله خاتمه الاحزان. الله يسلمك الله يحفظك. ام كل شيء عندي. احنا ثمان اخوان وعندنا اخت واحده صغيره. اسال الله يحفظكم جميعا. الله يسلمك. فام كل شيء. من اروح المجالس الحسين وارجع من اطلع ترفع اعصابتها يا ابا عبد الله صمه بصمك. من نرجع نفس الشيء. فصار القدر انه توفت والدتي. انا على منبر الحسين بالخضر. هي الحادثه هنا انه انت على المنبر. انا على المنبر خضر السماوه. وجه اخوي علي قال لي الوالده توفت. انا اقرا مصيبه ام البنين عليه السلام. فاجينا لقيتها بالمستشفى قالوا لي لا تصيح اخوتك صغار الله يساعد قلب زينب شلون فارقت فاطمه الزهراء. فشفت على التابوت هذا البيت اللي قريته انا بالمستشفى ارتجال مني مكتب لواحد. شو يقول؟ قلت يم الله وياك يوم قلت يم الله وياك ليا الصحف فرقات حنين الوالدة ويا الصحف فرقات يما اقعدي وياك اقعدي وياك اتمنى ساعة اقعدي وياك. فما خلوني الجماعة قالوا شيخنا عوف الجنازة تروح للمغتسل وكذا. صعدت بالفاتحة أنا قريت الدنيا كلها شافتني. فأول ليلة لها بالقبر شلونيك شلونيك يا بعد أهلي شلونيك. هذا اللون أقرأ بس لأمي أنا قريته بفاتحة. بعدين طلبت الناس مني استمريت أقرأ للإمام الحسين. أول بداية هذا إجاني لأنه هذا الطور انا بحزن. انا فاقد امي. امي اللي هي كل شيء بدنيتي. امي اللي كان ابوي اسير خارج القطر. وامي اللي عيشتنا. الله. هي اللي كبرتنا. هي كبرتنا، كنا ثلاث اخوان كبير سعد واحمد وانا. انا صاير بين الاثنين. رجعنا عن الوالد الشيخ. آه ينشد عليك ينشد عليك قام القلب يمه ينشد عليك تاوي أنا لا واقيت تاوي أنا لا يما وانا نداوريت وانا لاقي يا يما متعود عليك يسوي للقلب متعود عليك. ما حصل الجواب منه. قلت ما جاوبتني رحت للوالدة وما جاوبتني. يما ما ادري نسيتني ما ادري نسيتنا الظن هل تهت ما ادري نسيتني. الله. يما زاد واني زاد واني فارقات يما زاد واني
آخ يا يما يا يما ما يقبل يهيد شمها ودي القلب ما يقبل يهيد اي بالله ما يلحم اللي بعيد يلحم اللي بعيد عزيزي القلب شالي وحملي بعيد.